طيب احنا كنا اتكلمنا على جزء من شابتر 3، هنعيده بسرعة كده. احنا اتكلمنا على شابتر 3، قلنا ان هو بيتكلم على الكلاسيفيكيشن اوف لو. كويس، الكلاسيفيكيشن اوف لو عندي على مرحلتين، لان انا عندي نظامين لو تفتكروا على مستوى العالم كله، في الانجلو امريكان كونتريز، وده الكلاسيفيكيشن اوف لو عندهم بينقسم لحاجتين، رولز اوف كومن لو ورولز اوف اكويتي. ولو تفتكروا انا قلت لكم في المحاضره انا عايزكم تعرفوا لكم الكلمتين دول بس. يعني لما حد يقول لي ان القانون بينقسم في امريكا الى ايه، هقول له رولز اوف كومن لو، قواعد القانون العام وقواعد العدالة، ومش مطلوب مني اعرف اكتر من كده. ننتقل بقى بعد كده للنظام التاني اللي هو السيفل لو كانتريز، اللي هو النظام اللي موجود عندي في مصر وفي فرنسا. فهنلاقي ان الكلاسيفيكيشن اوف لو عندنا بتنقسم لحاجتين، البابليك لو والبرايفت لو. ايه هو البابليك لو والبرايفت لو؟ القانون العام والقانون الخاص. بيقول لي ان البابليك لو is that which regulates the relation of public persons among themselves. هو القانون الذي ينظم العلاقة ما بين الأشخاص العموميين ما بينهم ما بين بعضهم. Or relation arising between public person acting as a representative of a society and a private person. يعني هو القانون اللي بينظم العلاقة ما بين الشخص العام، بس الشخص العام ده اداني شرط محدد ان هو يكون ممثل للمجتمع مع شخص خاص. وزي ما قلنا ان الشخص الخاص امام القانون هو انا وانت، فرد عادي. كويس، انما الشخص العام هو اي شخص بيمثل الدولة في الحكومة، رئيس الجمهورية public person، رئيس الوزراء public person، كل دول بنسميهم اشخاص القانون العام. فبالتالي القانون العام بيحكم العلاقة ما بين الشخص العام وما بين شخص عام تاني، يا يعني إلا شخص عام وشخص خاص. بس لازم يبقى في شرط معين. ايه هو الشرط؟ ان الشخص العام ده لازم يخش بوصفه ان هو عنده تمثيل للمجتمع، عنده sovereign authority، عنده public benefit. تمام؟ طيب نخش على البرايفت لو. بيقول لي بقى البرايفت لو is that which regulates the relation of private person among themselves. يبقى هو القانون اللي بينظم العلاقة ما بين الأشخاص الخصوصيين أو الفرد العادي ما بينهم وبين بعضهم. Or relation between private person and public person acting not as the representative of society but as private person. أو شخص عام وشخص خاص، بس هنا الشخص العام لا يمثل المجتمع. زي ايه يا شباب كده؟ زي دور الدولة دلوقتي في العاصمة الإدارية الجديدة. دور الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة انها بتبني عمارات وبتبدأ تبيعها للفرد العادي. فبالتالي هنا الدولة ما بتعملش مصلحة عامة غير ممثلة للمجتمع، هي شغالة بالظبط زيها زي المقاول او شركة المقاولات. على عكس اللي احنا فيه ده دلوقتي، اللي احنا فيه ده دلوقتي القرار بحظر التجول وي 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 وتطبيق قانون الطوارئ ده، هنا العلاقة دي بيحكمها ايه؟ مين اللي ادى الدولة هذا الحق ان انا كفرد عادي ما اقدرش اعترض على هذا القرار؟ يقولك هذا القرار من قبيل الاعمال السيادية للدولة، القانون العام. يبقى بالتالي هنا الدولة لما تدخلت وعملت حظر التجول وعملت وعملت وعملت، هنا هي ممثلة للمجتمع، عندها سلطة سيادية تبتغي منفعة عامة اللي هو عدم انتشار الوباء في البلد او عدم تفشي الوباء بالنسبة للناس. يبقى هنا العلاقة اللي هينظمها مين؟ القانون العام. على عكس القانون الخاص طبعا الدولة فيه بتخش بوصفها دولة او احد اشخاص القانون العام، بس ما عندهاش تمثيل للمجتمع، ما عندهاش مصلحة عامة. بعد كده بنقول the criteria of distinction between the public law and the private law is the position of a state, whether it appears as a sovereign authority or ordinary person. So if the state appears as a sovereign authority, the relation is regarded as a public law. And if the state appears as an ordinary person or individual, the relation is regarded as private law.
يبقى عندنا هنا هو معيار التمييز هو موقف الدولة. في الحقيقة ما انا ما عنديش مشكلة ان لما يبقى في علاقة ما بين برايفت بيرسون وبرايفت بيرسون، خلاص ما عنديش مشكلة. العلاقة اللي هيحكمها مين؟ البرايفت لو، ولا والبابليك بيرسون. والبابليك بيرسون تاني العلاقة برضو اللي هينظمها مين؟ البابليك لو. ولكن المشكلة بتيجي منين؟ ما بين البرايفت بيرسون والبابليك بيرسون. فان هو اتقال لي معيار التمييز ما بين القانون العام والقانون الخاص هو وضع الدولة. هل الدولة داخلة بوصفها كسوفرن اوثوريتي ولا داخلة بوصفها اوردينري بيرسون اور انديفيديوال؟ لو الدولة داخلة طبعا بوصفها فرد عادي يبقى القانون اللي هينظم العلاقة هو القانون الخاص. لكن لو الدولة داخلة بوصفها كدولة كويس وعندها سلطة سيادية يبقى العلاقة اللي هيتبع مين؟ القانون العام. طيب احنا بقى عندنا حاجة تانية عايزين برضو نعرفها. انا يا دكتور ما فهمتش ايه هو البابليك لو وايه هو البرايفت لو. هقول لك مفيش مشكلة، القصة كلها بتتلخص في بعض الكلمات الكي ووردز تقريبا هما يا ثلاثة يا أربعة، تعالوا نعدهم مع بعض. البابليك لو بيرتبط بكلمه زي ريبريزنتيف اوف سوسايتي ممثله للمجتمع، بابليك بنفيت منفعه عامه، اكسترا اوردينري باورز يعني سلطات سياديه او استثنائيه، واخر حاجه عندي السوفرن اوثوريتي السلطه السياديه للدوله. يبقى بالتالي البابليك لو لازم الاقي معاه اي كلمه من الاربعه دول، ولكن البرايفت لو بيجي معاه اوردينري باور سلطات عاديه، اوردينري انديفيديوال، وبرايفت بنفيت. يبقى البابليك لو بيبقى يرتبط بالاربع كلمات اللي احنا قلناهم، والبرايفت لو بيرتبط بالثلاث كلمات اللي احنا قلناهم. طيب بعد كده بقى بننتقل للتجار والاعمال التجاريه، او لو حد عايز يفتح نشاط تجاري. طيب بعد كده عندي ايه تاني؟ The law of civil and commercial procedures يعني قانون المرافعات المدنية والتجارية. القانون ده زي بالضبط قانون الاجراءات الجنائية، زي ما القانون بتاع الاجراءات الجنائية بيتحدد مواعيد معينة، وازاي ان انا ارفع الدعوة، وازاي ان انا اقدم بلاغ في قسم الشرطة، وازاي ان انا بروح النيابة، وايه الحقوق اللي بتدهني النيابة، والنيابة بتبقى عايزة مني ايه. نفس الموضوع بالنسبة لقانون المرافعات. قانون المرافعات ده اللي بيعرفني ازاي ارفع الدعوة المدنية الcivil case or civil disputes in front of the civil court امام المحكمة المدني، وازاي الحكم يبقى نهائي عشان اقدر انفذه، وازاي اقدر استأنفه، وازاي بيتم اعلان الخصوم، وازاي بقدر ارفع الدعوة. يعني انا دلوقتي لو عندي دعوة مدنية نزاع ما بيني وما بين حد على شقة، لو رحت زي ما قلنا قبل كده عملت محضر في قسم الشرطة او شكوى في النيابة العامة، هتفاجئ ان المحضر ده هيتحفظ، والنيابة هترد عليا تقول لي اصل المحضر ده من قبيل النزاع المدني. طب اما ايه الطريقة الصح؟ برجع لقانون المرافعات المدنية والتجارية وابدأ اشتغل عليه، فبلاقي ان الدعوة المدنية بترفع امام المحكمة المدنية بموجب صحيفة بكتب فيها الطلبات بتاعتي، بكتب فيها الاسانيد بتاعتي اللي انا بستند للحق بتاعي، ولازم تبقى موقعة من محامي، بتعلن للخصم التاني اللي هو بنسميه المدعي عليه، وهكذا، وتنزل امام المحكمه المدنيه، وكمان بيحدد لي طريقه الدفوع اللي انا ببديها امام المحكمه المدنيه والحاجات دي كلها. بعد كده عندي اخر قانون بالنسبه للبرايفت لو اللي هو البرايفت انترناشونال لو، وده هنتكلم عليه تفصيلا.